مساء الخير مجاهدينا، حلقة جديدة من نبض بيروت لمتابعة التطورات والعناوين الأساسية على ساحتنا الداخلية وأبرزها ربما نتائج الاستشارات النيابية الملزمة اللي راح تصير بعد يومين تحديدا الخميس بالقصر الجمهوري بعبدا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، إضافة للعناوين الأخرى المرتبطة بحياتنا اليومية من ترسيم الحدود، صح، كهرباء، طاقة، وإذا فضل معنا وقت كمان بدنا ننق معيشيا لأنه مشاكل كثيرة. بيسرني أنه يكون ضيفي الدكتور غسان ملحم، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية. أهلا وسهلا فيك دكتور، تحياتي شرفتنا. مدام نتالي إليك بدنا ولجميع ننق اليوم. المشاهدين. لا مش بدنا ننق، بس بدنا نحكي الحقيقة بدنا نقول مثل ما شو هي. خليني أقول بالبداية هيك من باب التأكيد على هيدي النقطة، إنه كل اللي حندلي فيه بإطار هيدا الحوار السياسي وبطبيعة الحال بيعبر عن رأيي وموقفي السياسيين، وبالتالي هو ليس بالضرورة أن يعبر عن وجهة نظر الأو تي في من باب عدم إحراج أي أحد، لأنه أنا معني، يعني بعتبر أني معني بهذا التوقيت بهذه اللحظة وبهذه المرحلة بأنه نقول الحقيقة مثل ما هي، بالرغم من كل التعقيدات والتحديات والتهديدات والأخطار التي تعصف بهذا البلد. فأنا لأني معود ومعود الناس طلابي أصدقائي على الصراحة وكذلك الرأي العام، بعتبر أنه اليوم قد تكون الحقيقة قاسية قد تكون جارحة، بس نحن بلحظة مصيرية صح، ومفصلية من تاريخ هذا البلد، ومنبرنا وهيك حر، يعني 100% عم ما عندي بنحكى أدنى شك، الحقيقة مثل ما ما هي. عندي أدنى شك. بس أنا كمان بذات الوقت ما بدي أسبب أي إحراج للأو تي في أو للإعلام الوطني والإعلام الحر شكرا. البلد، وإلا ما عندي شك أنه هون المنبر مفتوح للجميع للتعبير عن رأيهم السياسي أو بالأحرى آرائهم السياسية بكل حرية وبكل مسؤولية. ولفتني بالمقدمة ولو على عجالي العناوين اللي يعني بادرتي عناوين إلى الساعة تعدادها، من مثل موضوع المفاوضات غير المباشرة من أجل أو لترسيب الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة بقصد التنقيب عن الطاقة لاحقا، وكذلك موضوع الطاقة والكهرباء والمي، في كثير شغلات ممكن نحكيها هلا بإطار صح. هيدا النقاش السياسي فيما بيننا. خلينا نبدأ بالعنوان السياسي الأول، فكرة ترقب معينة اللي لما، بدك إياه. شكرا لك، ترقب لما ستؤول إليه الاستشارات النيابية الملزمة بطبيعة الحال لتسمية رئيس بعد حكومي بكرة. سيكلف بتأليف الحكومة العتيدة، صحيح. رغم قول البعض أنه حرزين هالكم شهر ندخل باستحقاق الرئاسة بعد كم شهر ونرجع تشكل حكومة جديدة. اليوم بتشوف الوضع أنه في قابلية لتكليف تأليف اوكي سريع؟ شوفي، خليني اقول لا بالبدايه هي بطبيعه الحال حرزانه بميزان المسؤوليه الوطنيه والمسؤوليه التاريخيه بالنظر لحساسيه ودقه وحراجه الموقف بهيدي المرحله، لا اكيد هي حرزانه. بعدين ما بدنا ننسى انه هلا قبل ما اذكر انا باللي كنت قلته بالفتره الماضيه، بس نحن كمان يعني في استحقاقات سياسيه ودستوريه قادمه بعد الانتهاء من عملية التكليف ومن ثم التأليف، على أمل أن يتم التأليف وإن كنت لست يعني متأملا بهذا الموضوع. بس احنا كمان ما بدنا ننسى موضوع الانتخابات الرئاسية، حيث أنه بتنتهي ولاية فخامة الرئيس العماد ميشيل عون منتصف ليل 31 تشرين الأول 2022، وبالتالي بحال وأنا أتوقع أن يكون هناك تمت، ما بدي أقول فراغ تأحكي بلغة القانون الدستوري، خليني أقول قد يكون هناك تمت شغور في سدة الرئاسي، وأنا لا أقول الرئاسة الأولى، أنا أقول رئاسة الجمهورية أو رئاسة الدولة، لأنني أتحفظ أيضا من زاوية القانون الدستوري على التسمية التعبير الشائعة بالرئاسات الثلاثة. ثلاثة. فبحال كان هناك شغور في سدة الرئاسي، من المعروف يعني أن من سوف يتولى الصلاحيات فخامة الرئيس هو مجلس الوزراء مجتمعا، فأيضا القصة منا مصعب. هيدي واحد. اثنين، بهذا الموضوع أنا بذكر باللي كنت قلته للمشاهدين حتى قبل الانتخابات النيابية، وأنا لم أكن متفاجئ بنتائج الانتخابات النيابية، بأنه أعتقد أن التكليف سوف يتم تمريره دون أن يعني ذلك بالضرورة وبالتبعية إنجاز استحقاق التكليف
التأليف لأسباب عديدة يعني بصير رئيس تتعلق مكلف بالتعقيدات ورئيس تصريف الداخلية أعمال. والخارجية. هلأ أنا على المستوى الشخصي، وإن كانت المعلومات والمعطيات تفيد بأن المرشح الأبرز والأوفر حظا هو دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب بس مش ميقاتي، شرط، بس أنا على المستوى الأجواء الشخصي اليوم تشير لست إلى متحمس بصرف النظر عن الأجواء، لأنه أنا كمان ما بدي أتلطى وراء هيدي الأجواء السياسية والإعلامية والصحفية. أنا على المستوى الشخصي بصرف النظر عن المواقف السياسية لمختلف الأحزاب والقوى السياسية والكتل النيابية بما في ذلك أصدقائي وحلفائي، بس أنا لست متحمس لإعادة تسمية تكليف. دولة الرئيس أو بالأحرى إعادة تكليف دولة الرئيس نجيب ميقاتي، لأنه بعتبر أنه هيدي التجربة السياسية بميزان الربح والخسارة ومن زاوية المصلحة الوطنية هي لم تكن موفقة. وأنا كنت دائما وليش متمسك الثنائي الشيعي هالقد والله هذا بالرئيس السؤال ميقاتي؟ يسأل عنه الأخوان في ثنائي الحزب برأيك يعني والحركة مش غريب؟ قد تتعلق بالواقعية السياسية الريل بوليتيك، لأنه أكيد أنا عم أقول بالبداية أنه اللي بحكيه ما بيعبر عن وجهة نظر أحد، لحتى ما أحرج حدا. أنا على المستوى الشخصي أنا هذا الشخص مع احترامي لشخصه عم بحكي هون بتقدير الموقف السياسي، لم أكن يوما متحمس له، وكذلك الآن أنا لست متحمس له ولست مقتنعا في بقاء بصدة الحكم والمسؤولية على قاعدة أنه إذا بدنا نحكي بتحديد وترتيب المسؤوليات وبطبيعة الحال يتحمل المسؤولية قبل سوى عما آلت إليه الأمور في هذا البلد. وإذا بدنا نحكي أكثر من هيك، اليوم مسؤولية الحكومة إنقاذ البلد أو محاسبة الفاسدين، وشفنا تسريبات اللي صارت على الوثائق من الباب تدينه للرئيس ميقاتي شخصيا بمسألة أنا الأموال. دايما أقول لحتى أحكي هيك بطريقة يعني مهذبة غير منفعلة، ولأني بالنهاية مسؤول. ما قلنا بدنا نقول حقيقة مثل ما هي، أكيد الحقيقة شخص أنا متورط بين مزدوجين حتى إثبات العكس. أنا رح أقول غير هيك يعني. حتى ما فوت بلغة الاتهامات السياسية على طريق مش سياسية في وثائق يعني وضعت أنا بعتبر أنه هو رجل أعمال، نجيب ميقاتي هو رجل أعمال، هو مصالحه تاجر. أهم من تاجر شاطر بيعرف يبيع ويشتري. بعتقد أنه مقتضيات المصلحة الوطنية العليا تفترض وجود شخصية بنقماشي مختلفة، طبعا مع احترامي لشخصه أنا عم بحكي بالأداء السياسي بالخطاب السياسي بالخيارات السياسية اتسترا، بس لأنك عم تفوتي من الباب العريض وعم تحكيني بهيدي الاستحقاقات والتحديات، وأتيتي على ذكر نقطة مهمة من شوية وقت بموضوع المرحلة اللي جايين عليها، لأنه هي مرحلة دقيقة مش بس دقيقة، هي مرحلة خطيرة مصيرية. يعني اليوم نحن أنا أعتقد أننا بتنا نقترب من لحظة الحقيقة، ولذلك علينا أن نواجه الحقيقة مهما كانت. نحن أمام عدة خيارات وعدة احتمالات، في قبل ما نروح للاحتمالات عقب الحقيقة مرتبطة بتدي الجنائي وكلام فخامة رئيس الجمهورية اليوم بصحيفة الأخبار لافت جدا بأنه النتيجة ستعلم من القصر الجمهوري قبل مغادرته. مدام تدي الجنائي رح يكون فيها نتيجة الجنائي بموضوع التنقيب عن الطاقة، حتى بموضوع أهم ربطا بموضوع التدقيق المالي الجنائي. طب بموضوع الفساد، أنا طبعا أتيت على ذكر أحدهم وقت اللي كان يطلق الاتهامات جزافا حتى بموضوع الاغتيالات دون حتى سند أو قرينة أو دليل، كنت أتحفظ على هذا النمط من الخطاب السياسي والأداء السياسي اللي أقل ما يقال فيه أنه غير مسؤول. طب اليوم بموضوع الفساد، خلينا فأدا هلأ هيك ببداية هيدي الحلقة نستعرض الأمور بكل شفافية وبكل وضوح والصراحة أمام الناس، وكثير من الناس بيتذكروا اللي كنا نقوله بكثير من المقابلات التلفزيونية والإذاعية طوال السنوات الماضية منذ بداية هذا المخاض وانفجار الأحداث ب 17 تشرين الأول 2019. كنت أقول أن الأزمة في هذا البلد سيما في هذه المرحلة، الأزمة الراهنة وهذا الاستاتيكو، هي أزمة مركبة ومعقدة، وكنت أقول أن الموضوع في مكان ما صحيح يتعلق بالفساد المستشري والمستفحل في هذا البلد، ولكنه أيضا يتعلق بالحصار المفروض على هذا البلد، يعني مثل ما بنقول باللغة الفرنسية إنه il vent de pair، بمعنى
يا جماعة هلا أنا هون كلامي لللبنانيين، كل اللي كان عم بصير وخاصة بالآونة الأخيرة وبعهد فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، كان المطلوب منه لأنه كان مخطط له ومدبر ومقصود ومتعمد، ولم يكن عفوي ولم يكن بريء، بل هو مشبوه ومدان. كان المطلوب منه من وجهة نظر الأمريكيين ومن خلفهم الإسرائيليين أنه يوصل البلد إلى أحد خيارين، بسبب الفساد المتراكم والمتأصل والمتجذر في تركيبة الدولة والنظام وحتى لدى الناس، وقت اللي كنت أقول أنه الناس حتى هني جزء من منظومة الفساد، وبعض الأصدقاء أو الزملاء يعتبروني أني عم بتحامل على الناس، لا أنا أبدا بعدني عند كلامي. كذلك إلى جانب الفساد الضغوط التي استجدت وتفاقمت وتصاعدت والتي استهدفت رموز وطني وسياسي، وكنت ولا أزال أدين هذه العقوبات التي طاولت رموز وطني، طبعا بعيدا من المجاملة أو التملق. هلأ صادفت أنه الإطلالة الأولى بعد زيارة الوسيط الأمريكي، هلأ بنحكي كمان عنها، هي على الأو تي في، بس أنا من اللحظة الأولى كنت ضد العقوبات التي استهدفت النائب جبران باسيل، لأن بلغة القانون الدولي الإجراءات والتدابير زجرية وأحادية الجانب غير قانونية وغير شرعية. أنا من منطلق التمسك بالسيادة الوطنية والكرامة الوطنية أرفض الخضوع لهذا المنطق، وكنت من اللحظة الأولى متضامن مع جبران باسيل، مع حفظ الأقاب وبقية السياسيين أو رجال الإعلام الأعمال اللبنانيين اللي طاولت فرضت عليهم عقوبات. ليش عم أقول هيك؟ لأنه هذا مسار اليوم في نواب عم يطلبوا عقوبات على لبنان كله، يعني خزل عين عنهم. سمعناهم عنهم يعني، أنا ما بعرف لو في دولة ولو في شعب ولو تغييريين ولو في إعلام، مع احترامي للإعلام الوطني والحر، بس أين هو الإعلام بتسليط الضوء على هذا الخطأ السياسي؟ ستنفط بوليتيك، يعني هي ترقى إلى مرتبة الجريمة التي تحيلنا على حالة من حالات الخيانة العظمى للبلد، وقت اللي أحد المسؤولين بالدولة بيطلع وبيطالب بمضاعفة العقوبات على اللبنانيين. اللي أنا بدي أقوله أنه اللي وصلنا له نحن اليوم، القوة المحركة كانت له هي الولايات المتحدة الأمريكية، وخليني أحكيها لأنه بدك مني الحقيقة مثل ما هي، أزلامة وأدواتة وعملاء في البلد والمنطقة ما مسحيين أبدا، بدنا نحكي الحقيقة، اللي وضعوا اللبنانيين أمام أحد خيارين. طبعا في خيارات ثالثة، فخامة الرئيس، المقاومة، الوطنيين، الشرفاء الأحرار، هيهون عم يشتغلوا عليها وهلأ منحكيها، لأنه نحن اليوم معنيين بحسم خياراتنا، صح، بحسم أمورنا. أسود من أبيض، خلص ما عاد مقبول من المترددين أو الحائرين أو المتخاذلين أو البقاء بالمنطقة الرمادية. ما في خيي، أنت يو مع هذا البلد يو ضد هذا البلد، إذا كنت مع إسرائيل ومن يقف مع إسرائيل بالمنطقة أو بالعالم. فأذن اللي أنا عم أقوله، هني وضعونا أمام خيارين، إما الانهيار المالي والاقتصادي وبالتالي ومن ثم الانفجار الاجتماعي والأمني، وإما بالمقابل الاستسلام للشروط السياسية والإملاءات السياسية. حتى ما يقولوا أنه أنا والله يمكن عم بالغ، خليني أذكر اللبنانيين بالتصريحات والمواقف السياسية اللي أطلقوها العديد من المسؤولين الأمريكيين، من مثل السفير ديفيد شنكر اللي كان سابقا مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون المنطقة، وكذلك السفير ديفيد هيل، وليس آخرهم الوسيط الأمريكي عموس هوكستين. أين عامل لي أفصحوا عن قرارات وخطوات قامت بها الإدارة الأمريكية لتخفيض تصنيف لبنان الائتماني، وكذلك تغطية لبل التحريض على عملية نقل الأموال والودائع من الداخل إلى الخارج، وبالتالي دفع القطاع المصرفي يعني نحو تحت الانهيار. غطاء الشارع أكيد، تنكون واضحين لأن هالشي صار بأول يومين، مش كل الشارع أكيد. أوكي. سلم تمك، لأنه بالبداية كان في لحظة وطنية عاطفية وجدانية فجأة وخالصة سكروا وتم تسييرها في اللي عمل صار ما صار بالحرب اللبنانية، ما تواخديني أقفال المصارف وكذلك تحويل الأموال بهذه الطريقة، هذا ما تم عن عبث. كان المطلوب دفع لبنان نحو الانهيار المالي والاقتصادي، يعني هيدا التفليس العوانطة مثل ما منقول. لبنان ليس مفلس، لبنان منهوب. طب هذا كله كيف صار؟ هيدا الأوركسترا من الذي يديرها في الداخل والخارج؟ هينا عم نقول الحقيقة تنوصل لهم. طب بيجوا ناس من أمثال المقاومة وقيادة المقاومة والعهد على رأسه فخامة الرئيس، وكذلك بقية الوطنيين والشرفاء والأحرار في هذا البلد، طبعا كل مين على طريقته
يعني بالنهايه بيختلفوا في على اساليب اساس وادوات 100% بس كل ووسائل حد عديده، بس عم بيقولوا لا، لا يمكن الاستمرار بحاله الانهيار المالي والاقتصادي، ونحن لا نقبل ايضا بان يعني يدفع الامريكيون ومن خلفهم الاسرائيليون والسواهم يعني بالمنطقه البلد نحو الانفجار الاجتماعي والانفجار الامني. ولسنا بصدد، خلي اللبنانيين يسمعوا مضبوط، القبول بالاستسلام والخضوع والرضوخ للاملاءات السياسيه والشروط السياسيه من قبل الامريكيين والاسرائيليين، ونحن نريد ان نستعيد زمام المبادره. باي معنى؟ هني عم بيقولوا نحن لدينا اوراق قوه، منها طبعا المقاومه، الجيش اللي بدك اياه، بس قبل ما اجي انا احكي بعوامل وعناصر القوه والمنعه بالبلد، خليني اجي اقول التالي. هل من المقبول اليوم التفريط بالحقوق اللبنانيه، بالثروات اللبنانيه؟ طب في مين عم بيقول انه في امامنا بارقه امل، بصيص ضوء؟ لذلك كنت اقول في السابق ان المقاومه ايه نعم هي ضمانه الحياه في هذا البلد، لانه حياه اللبنانيين اليوم هي رهن بالتنقيب عن الطاقه واستخراج الطاقه لاعاده بناء الدوله والنظام والاقتصاد والقوى الامنيه والقوات المسلحه والجيش والجامعه، وكذلك اعاده انعاش العمله الوطنيه وغير ذلك الكثير من الملفات اليوم مشلوله كلها من دون استثناء، الجامعه، القوى الامنيه، القوات المسلحه، حتى المؤسسات المدنيه، الادارات العامه، المؤسسات العامه، وكذلك القطاع العام والقطاع الخاص. طب نحن امام فرصه ذهبيه، فرصه جديه وحقيقيه، بس المطلوب جرأة اتخاذ القرار وكذلك اتخاذ الموقف. هلا انا هون بحيل اللبنانيين على فلول جماعة 14 الشهر وكذلك بقايا الطبقة السياسية التقليدية و و و والعديد من اصحاب الاصوات المسعورة والموتورة اللي كانت تتعالى في السابق وتهاجم العهد وتهاجم المقاومة و و و زامة هالفترة 100%. اليوم انا بسأل هودي وين؟ وشو هي رؤية هؤلاء وخطة هؤلاء لمواجهة الخطر الداهم الذي يتهدد السيادة الوطنية والمصلحة الوطنية؟ خاصة أنه قبل الانتخابات كانت الشعارات عالية السقف، وبعد أنه الانتخابات انخفض منسوب التصعيد، نعمل ونعمل لهلا مش وبعد ماشي. الانتخابات انخفض منسوب التصعيد والتأزيم وكذلك حتى سقوف هيدا التصريحات والشعارات اللي أطلقت قبل الانتخابات. ليش عم أقول هيك؟ لأنه أنا بدي اليوم اللبنانيين يعرفوا أنه الموضوع ما عاد بمسألة البت بين الخط 23 والخط 29، حاجة نضحك على بعضنا. خليني ما أرجع كتير لورا لأنه كتير في ملاحظات أنا ممكن دونها هون على عجالي، منها مثلا توقيع الوزير نجار اللي كان وزير الأشغال العامة والنقل واللي كان مشروط بموافقة مجلس الوزراء. ذلك الوقت رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب رفض عقد جلسة لمجلس الوزراء، وبالتالي ما كان في مرسوم جاهز حتى يطلعوا بعض الناس ويصوبوا على فخامة الرئيس ويخونوا ويطالبوا بتوقيع المرسوم. هيدي واحد. اثنين، في كلام أنا عم بحكي أمام الإعلام أوردوا صديقنا النائب جورج عطلة من تكتل لبنان القوي منذ بضعة أيام، إذا بدك بنقول على نيو تي في مع الإعلامي جورج صليبي برنامج وهلأ شو، كان كلام لافت، كلام مهم، وقت اللي قال أنه لدى فخامة الرئيس المعطيات اللي وردته من قبل الجيش، حكيها على الهواء موجودة، يعني أنه وقت اللي قلنا أنه مش الخط 23، طب 24، 25، 26، اتسترا، وصلنا لل 28، لل 29، كان الجواب لفخامة الرئيس أنه يمكن ما منحصل ال 29، أو مش يمكن ما منحصل الخط 29، منعمله خط تفاوضي، معناها النقاش مش 23 مش خط نهائي. لا لا أبدا، يعني الكل راحوا حقوق لبنان 29 بلغة القانون الدولي وقانون البحار، قلت لهم بدنا نميز بين المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، هيدي واحد. تاني شيء بدنا ندقق أكثر بكل المباحثات والمناقشات والدراسات اللي صارت. ليش عم أقول هيك؟ نحن اليوم منيح أنه وصلنا لموقف رسمي موحد وقت اللي اجى الوسيط الامريكي بزيارته الاخيره. هلا هون بدك تسمحي لي، معلش بدي احكيها من دون ما احرجكم، وليس كمان من باب لا المجامله ولا من قبيل التملق، بس لانه هيدي الاطلاله الاولى اللي انا على الاعلام بعد زيارته، وكانت لافتي المقابله اللي عملتها معه احدى الاعلاميات اللبنانيات عبر احدى المحطات العربيه التي تدور في فلك الولايات المتحده الامريكيه. شوفي، نحن في عنا مشكلة بدنا نحكيها بصراحة، في عنا مشكلة مع القوى الاستعمارية الغربية بأنها تتعامل بهذا النمط من التعامل برنجي والتعاطي معنا من فوقي. موقع الغرور والفوقية والعلو، هذا مرفوض. ليش عم أقول هيك؟ ردوا
بالضحكة الباردة والساخرة والماكرة غير مقبول. أنا مواطن لبناني، يمكن بتفق مع النائب جبران بسير، يمكن بختلف معه، وبستغرب انه كثير من اللبنانيين الاعلاميين والمثقفين والسياسيين مرقوا على هذا الموضوع وكأن شيئا لم يكن. بعض الاسطوانه اللي صارت طوال السنوات الثلاثة الماضية، الانتخابات هي لم تعد انتاج ذات الاكترية او ذات الشرعية ولكن انتجت شرعية سياسية ما، وثبت للقاسي والداني وتبين انه ميشيل عون وجبران باسيل والتيار الوطني الحر مع حظ الالقاب لجميع هؤلاء هم يمثلون. ما حدا بيقدر ينكر هذه الحقيقه، وبالتالي التصويب عليهم او التعرض لهم غير مقبول بهذه الطريقه. ليش عم اقول هيك؟ بصرف النظر انا عن علاقتي باصدقائي وحلفائي بالتيار الوطني الحر، انا بالنهايه معروف عني اني انسان مستقل بالسياسه ولا انتمي الى اي من الاحزاب السياسيه، بس النائب جبران باسير هو نائب منتخب في مجلس النواب الذي يعبر عن إرادة الشعب اللبناني التي لا تعلوها شرعية لا بالداخل ولا بالخارج. ردة الفعل من قبل هذا الوسيط الأمريكي غير النزيه وغير المحايد، هذا الشخص المتغطرس المتسلط المتكبر المغرور المتعجرف غير مقبولي، لأنها بتمس بكرامتي الوطنية. وعم أقول لك بستغرب أكثر وأكثر الصمت من قبل الإعلامي اللي كانت عم تجري معه هيدا اللقاء وهيدا المقابله، والصمت العادي. شو بدها تقول له ببيته؟ لا نحن بدنا نقول غير هيك. شو نحن بنقول غير هيك، بنقول للامريكيين واللي سواه هون انه زمن اول تحول، امريكا هي قوه عظمى صحيح وهي قوه كبرى صحيح، بس نحن كمان لسنا ضعفاء ولسنا اقوياء، ونحن بنعرف حجمنا وحدودنا وحدود وحجم بلدنا وقوتنا بكرامتنا اكيد لانها فوق كل اعتبار. صح. اذا هن عم يتغنوا بانه هن قوه عظمى وقوه كبرى ومفتكرين انه بيقدروا يستمروا بهذا النمط من التعامل والتعاطي معنا فهن مشتبهين، وبقول له له لغيره يسالوا اللي قبلهم اللي استلموا اداروا الملفات اللبنانيه عن التحرير بال2000، عن الانتصار بال2006، عن 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 المارينز اذا بدنا نردوا لورا، يسالوا الاسرائيليين حلفائهم عن الصمود والمقاومه والقوه لدى اللبنانيين جميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين سنه وشيعه ودروز ومواري واللي بدك اياه، هيدي المقاومه هي مقاومه وطنيه فيها من كل الأطياف من كل الطوائف والمذاهب والمناطق، هيدي إرادة شعب حر لا يمكن أن تنكسر. عم يحكي بهيدا الغطرسة وبهيدا الغرور وبهيدا العلو أنه أنا يعني ممثل الولايات المتحدة الأمريكية. يا حبيبي بدنا نقول لك بلدنا هذا الصغير صاحب الرسالة التاريخية والعالمية عمره 6000 سنة، هلأ جايين أنتو والإسرائيليين والمنظمات هيدي اللي ما بعرف شو بدي إلا المنظمات غير الوطنية، طبعا مع احترامي لبعض المنظمات غير الحكومية، تعلمونا الديمقراطية وحقوق الإنسان، نحن أصحاب التاريخ وأصحاب الحق بهيدي القضية وأصحاب الأرض وأصحاب الحقوق. فبختم بهيدي النقطة أكيد بالتضامن مرة جديدة مع النائب اللبناني جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر ورئيس تكتل لبنان القوي، بصرف النظر عن المواقف السياسية فيما بيننا كلبنانيين، بس أنا ما بقبل من زاوية التمسك بكرامتي الوطنية أنه يتم التعرض له، وبستغرب أنه بالإعلام اللبناني ما نحكى عن هذا الموضوع. أنا ما بتحمل من أي دبلوماسي أجنبي أنه يتعرض لكرامتي كبير أو صغير، نحن أصحاب حق. بختم هيدا النقطة بأنه أقول نحن أصحاب حق ونريد حقنا بالقوة بالدبلوماسية باللي بدهم إياه، نحن مستعدين لجميع الاحتمالات. فبكمل وبقول نحن بالحد الأدنى أمام احتمالين آخرين غير اللي هني عم بيسوقوا له ويروجوا له أنه أما الانهيار والانفجار وأما الاستسلام، لا أنا بدي أقول غير هيك. نحن أمام احتمال أول بأن نتمكن من أن نفرض تسوية، وما حدا يتهمنا إذا حكينا عن التسوية، تسوية عادلة ومتوازنة تحفظ للبنان حقوقه وثرواته الوطنية على رأس السطح، واللي قدم دم من الجيش للمقاومة، وطبعا فخامة الرئيس العماد ميشيل عون وقبله فخامة الرئيس العماد إيميل لاحوت، مهني من أعلام ورموز هذه المدرسة الوطنية وهذه المؤسسة الوطنية وكذلك المقاومة وقيادة المقاومة وشهداء الجيش والمقاومة، لا هودي أكيد يؤتمنوا على العرض والأرض والتروي والحقوق والكرامة والسيادة وكل شيء. أنا ما بقدر كمان أضل هيك يعني ملتزم الصمت أمام هذه الدوامة من المخاض ما بعرف يعني الإرباك والتخبط والتيه عند اللبنانيين.
يعني نحن بمثل هيدا المواضيع التي تمس بأمن البلد ومصير البلد ومصير الشعب، نحن أمام فرصة. عم أقول نحن لسنا محايدين، نحن لسنا حياديين، نحن حسمنا أمرنا من زمان، نحن مع المقاومة، نحن مع الجيش، نحن مع لبنان في مواجهة إسرائيل. البعض بيشوف أنه هيدي هي لب الأزمة وأساس الأزمة، ما نحن مختلفين معهم بالخيارات السياسية والبريانات الاستراتيجية، بس اليوم خليوني خبروني كيف ممكن نحصل حقوقنا المتنازع عليها. أنا لا أقول الحقوق المسلوبة، وإن شاء الله لن تكون لا مسلوبة ولا مغتصبة، تمت نزاع سياسي وقد يتطور إلى نزاع قانوني وربما يؤدي إلى اندلاع حالة الحرب بيننا وبين العدو الإسرائيلي. خلوني خبروني أنصار ورواد الطروحات الأخرى والمغايرة اللي بيتهجموا علينا وعلى خياراتنا السياسية ورهاناتنا الاستراتيجية، شو عندهم حلول بديلة؟ ما عندهم شيء، ما عندهم رؤية، ما عندهم خطة. أصلاً سياسياً إسرائيل تتخبط، شفنا كيف رميت الكرة بملعب نتنياهو، بنات كيف عم بيتصرف موضوع الكيان المؤقت. أنا بحب دايماً أقول الكيان المؤقت، الكيان غير النهائي والكيان اللقيط وغير الشرعي، هو مأزوم على المستوى السياسي وكذلك على المستوى الأمني. في مشكلة بموضوع الشرعية السياسي وواقع النظام السياسي والحكم السياسي في هذا الكيان المؤقت. يعني في مشكلة على الأرض بموضوع العمليات الأمنية التي يقوم بها الفلسطينيون الأبطال والأشاوس في مواجهة الإسرائيليين. هذا الكيان هو باتجاه انحداري. الله، بعض الناس ما بيصدقوا. طب أين هي إسرائيل الكبرى؟ أين هي إسرائيل العظمى؟ ما اثنينهم انكسروا بالألفين وبالألفين وستة وبعد اللي جاي أعظم وسوف يكون لمصلحة لبنان والشعب في لبنان وشعوب المنطقة في مواجهة إسرائيل ومن يقف معه. فأدم بإطار استشراف المستقبل كمان بعد تقدير الموقف بدي أقول لك هل توقع بدي حط نقطتين. أنا بعتقد أنه الموضوع تخطى النقاش أو هذا الجدل البيزنطي على الطريقة اللبنانية حول جنس الملائكي بموضوع المفاضلة والمقارنة والحسم بين الخط 23 والخط 29. في نقاط لازم نحكي فيها، أهم النقطتين طبعا قيادة المقاومة، سماحة السيد حسن نصر الله قائد المقاومة أتى على ذكر هذه النقاط بخطابه الأخير اللي كان مخصص لموضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. كذلك الأمر، الأجواء والمعلومات والمعطيات تفيد بأنه داخل القصر في استعداد داخل القصر الجمهوري لي الذهاب باتجاه مثلا هيدي ورقة من الأوراق تعديل المرسوم، اتخاذ قرار بتعديل المرسوم فيما لو استمر التعنت والتصلب في الموقف من قبل الجانب من قبل العدو الإسرائيلي. طب أكثر من هيك، المعادلة كمان اللي أطلقها النائب جبران باسيل هلأ على طريقته أنه وضع قانا مقابل كريش. أنا بدي أقول حتى غيره. المعادلة اللي انحطت لبنانيا الغاز مقابل الغاز صح، يعني وهيدا اللي حكى عنه السيد نصر الله. أنا صح. بدي أحكي بلغة الاستراتيجية والجيوبوليتيك. اليوم نحن معنيين بالدرجة الأولى بالبحث بكيفية الحصول على أو الاستحصال على أو انتزاع الضمانات الدولية. أنا أعني هنا الضمانات الغربية عموما والضمانات الأمريكية خصوصا ب فك الحصار ورفع العقوبات عن لبنان، وبالتالي خلي اللبنانيين يسمعوا شو المطلوب، السماح للشركات الأجنبية الفرنسية الأوروبية، أنا ما بيهمني، بي التنقيب عن الطاقة واستخراج الطاقة في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة. هي واحد. طب يعمل العدو الإسرائيلي عم ينحكى بي أكثر من سيناريو وخطوط للأنابيب وحقول للطاقة، شيء من فلسطين المحتلة جنوبا باتجاه مصر وانتهاءا بأوروبا، وشيء من فلسطين المحتلة شمالا باتجاه تركيا وصولا إلى أوروبا، وشيء بالوسط من فلسطين المحتلة إلى قبرص مرورا باليونان وإيطاليا وصولا إلى بقية بلدان ودول القارة الأوروبية. طيب أين هو لبنان من هذه الخريطة التي ترسم؟ وعندنا بالمقابل كمان الروس وخطوط الأنابيب وكذلك حقول الطاقة التي تدور في فلك القوى والبلدان والشركات اللي بتدور بفلك الروس وحلفائهم بالبلد بالمنطقة وبالعالم. لبنان عليه أن يبحث بكيفية الحصول على الضمانات التي تجعلنا فعلا نمنع إسرائيل بين مزدوجين هذا العدو المتغطرس والمتكبر من التنقيب عن الطاقة دون أن يكون لنا الحق في المقابل بالتنقيب عن الطاقة واستخراجها أيضا. اثنين، بدنا نحسم أمرنا نحن وين بهيد الخيارات والخارطة التي
يتم رسمها أو نسجها على صعيد المنطقة. فإذا أنا ما بقبل بأقل من أنه يتم منع العدو الإسرائيلي ولجمه عن الاستمرار بالتنقيب عن الطاقة، لا بل هو تخطى هذه المرحلة وهو يتجه نحو استخراج الطاقة واستجرارها إلى أوروبا. أنا هون بعطي معلومات وقد تكون باتت متداولة، وإذا لا من أولى المقاومة بادرت، لأن المقاومة منا معنية بأنه والله تطلع يعني تفوت بهيدي السجالات والجدالات العقيمة والسقيمة مع بعض صغار العقول وضعاف النفوس بالبلد وبالمنطقة. المقاومة أرسلت عدة رسائل سياسية وغير سياسية، رسائل غير سياسية بمعنى رسائل عسكرية، تحركات ميدانية، تحركات عسكرية، وقد التقط الإسرائيليون الإشارات وغير ذلك. وكان موقف المقاومة أن لديها النية والإرادة والقرار والقدرة للذهاب بعيدا بعيدا في المواجهة، التزاما منها بحماية لبنان وثروات لبنان وحقوقه. لذلك أنا قلت أنه نحن حسمنا خياراتنا. بس اللافت هالمرة تقف وراء قرار الدولة، يعني كذلك حتى ما كان في السابقة خلافا لما يقال في بعض الإعلام أنه تأخذ القرار حتى بالألفين. أنا بعرف هذا الشيء حتى من فخامة الرئيس العماد إميل لحود اللي منوجه له التحية بهيدي اللحظة بالتحديد ومن على هذا المنبر الوطني. المقاومة حتى بموضوع ترسيم الحدود البرية كانت تقف خلف الجيش والدولي والشرعية الرسمية اللبنانية. لا اتهمت آخر فترة أنه قرار الحرب والسلم بيد مين؟ هل بيد صحيح. الحكومة اللبنانية أو بيد حزب الله تحديدا؟ أنا وجود السلاح أنا يعني. وأنت وكثير من اللبنانيين بصراحة ما أدنى معنيين بالدخول بهذا الجدل غير البناء وغير المجدي، لأنه هو ما رح يقتنعوا. قرار السلم والحرب وليس بيد لا لبنان ولا المقاومة ولا الجيش ولا الدولة ولا شيء. إسرائيل العدو الإسرائيلي هو الذي أمعن في الاعتداء على لبنان والإساءة إلى لبنان، إلى المصلحة الوطنية اللبنانية، إلى السيادة الوطنية اللبنانية. المقاومة هي بموقع ردة الفعل، هي التعبير عن إرادة الشعبية. أنا اليوم عندي القناعة بالتالي، في ناس بهذا البلد وبهيدا المنطقة إذا بتضل تحكي معهم بالليل وبالنهار ما رح يقتنعوا، ما رح يستوعبوا لا بالنقاش ولا بالحجة ولا بالدليل ولا بالتفكير الاستراتيجي ولا بالتخطيط الاستراتيجي. أخذين موقف سلبي من المقاومة ومن كل من يسلك هذا الخير. أنا القناعة اللي عندي وهي أنا بحكيها دايما جهارا، يعني ماني مستحي فيها، أنه على المقاومة وحلفائها وأصدقائها وكل من يدور في فلك هذا المشروع الوطني أو الخط الوطني أن يدفع باتجاه إقناع لا بل إرغام الأمريكيين بالبلد وبالمنطقة على الضغط على حلفاء وأصدقاء وتكون أوضح وأصرح أزلام وعملاء من أجل وأدوات من أجل الرضوخ والتهدئة والذهاب نحو التسوية. يعني نحن إذا بدنا تسوية، إذا كنا دعاة حوار، نحن عم نطالب بتسوية متوازنة سواء على المستوى تسوي الوطني يعني أو حتى على المستوى الإقليمي على الإطلاق. يعني أنا وقت اللي بقول بدي تسوية متوازنة تحفظ حقوق لبنان وثرواته وأن لا يكون لإسرائيل الحق في التنقيب عن الطاقة واستخراجها دون أن يكون للبنان في المقابل ذات الحق وأباح كبانا بالتنقيب عن الطاقة واستخراجها حتى نقدر نطلع من هيدا المأزق من هيدا إذا بدك الحلقة المفرغة من عنق الزجاجي. نحن مش عم نلعب، مش عم نتسلى. طوال السنوات الماضية أنا مثلا بتذكر شعار أطلق قائد المقاومة كان يقول الصبر والبصيرة. بعض الناس ما كانوا يستوعبوا، ما كانوا يفهموا. كان محق الصبر بمعنى أنه علينا أن نتحمل وأن نحتفظ بهذه القدرة على التحمل، تحمل الأوجاع والآلام حتى ما نرضى. والبصيرة بمعنى أن نتبصر وأن نعرف الحقيقة. طب اللي كنت عم أقوله من 3 سنوات هيانا وصلنا له، ما قلت أنه البلد يذهب باتجاه الانهيار والانفجار لفرض شروط وأملاءات سياسية هي تبدأ بالتنقيب عن الطاقة وبترسيم الحدود وربما لا تنتهي لا بالتوطين لإخواننا الفلسطينيين وإخواننا السوريين ولا بالتطبيع. هذا كله أضغاث أحلام. أنا على يقين بأنه هذه الخيارات والرهانات هي محقة التزاما منا بحماية لبنان. نحن ما رح نقبل لا بالتوطين ولا بالتطبيع ولا بترسيب الحدود على هيدا دكتور عسيرة قصة التوطين وعسيرة ملف النازحين هيك اجى على بالي الكلام اللي قاله امبارح الرئيس مئاتي. يعني شو عدا ما بدا هالقد علي النبض بوقت الحكومة السابقة وقتها بال 2011 هو من طرح شعار النائب النفس وفتح الأبواب أمام النازحين. يعني وصلنا لهون بسبب السياسة اللي اتبعها الرئيس مئاتي بوقت نائب جبران باسيل
كان سباق بالتنبيه إلى مخاطر ومحاذير والتهم بالعنصرية، استمرار الوجود السوري غير المنظم في لبنان والتهم بالعنصرية. صحيح. طب اليوم تبين أنه كان محق في هذا الموضوع. بس شو عدا ما بدأ رئيس مئاتي وراء مزايدة عم بيقدم اعتماد لمين؟ هذا السؤال يسأل إلى دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال، بس أنا بدي أنتهز سؤالك هيدا عن هذا التصريح أو هذا الموقف تحت تذكر بالخيارات السياسية وبالرهانات السياسية. وقت اللي كنت أقول أنه في خيارات ورهانات سياسية واستراتيجية خاطئة وهي تتراجع، وبالمقابل في خيارات ورهانات سياسية واستراتيجية كانت محطة وكانت صائبة وهي تتقدم، من مثل اللي أطلقوا النائب جبران بسير من سنوات عديدة، ومن مثل مسار المقاومة على طول الطريق. نحن ما قد لازم نستحي من أنه والله نحكي الحقيقة وأن يكون لدينا الجرأة والشجاعة للاستمرار والمضي على قاعدة التماسك والثبات، لأنه آخر الشيء الأمريكي والإسرائيلي عم بيقولوا لك أنه بالمنطقة المتنازع عليها ممنوع التنقيب عن الطاقة واستخراج الطاقة، وكذلك أيضا ببقية المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة. طب هيدي كيف بتحليها؟ هي كيف بتنحل؟ أنا بسأل اللبنانيين إذا هني عم بيمارسوا ضغوط على لبنان مالية واقتصادية وعم يمنعوا الشركات الأجنبية من الاستثمار في لبنان، طبعا شو مراهنين وشو ناطرين؟ لذلك أنا عم أقول إنه الخيار الأول الوصول لتسوية متوازنة اللي بيقدر يفرضها أكيد مثل معقول المقاومة وأصدقائها وحلفاء. الخيار الثاني بكل وضوح وبكل صراحة الذهاب إلى المواجهة ومن دون خوف ومن دون تردد بظل الظروف اللي عم نعيشها. أكيد نحن سبق يعني بظل الجوع والحرمان والأسعار المرتفعة وسعر صرف الدولار والمشاكل اللي عم بعيشها اللبنان يقدر يتحمل؟ يعني دايما بقول وإذا استمر الوضع هيك بنقدر نتحمل؟ أنا مثلا هون ممكن حير الناس رح يصير في احتضان شعبي لهيك قرار. المقاومة مثلا لم تكن يوما موضع إجماع الوطنيين والشرفاء والأحرار، حتى لو مع حق في ناس بتوقف ضده على امتداد المناطق وعلى اختلاف الطوائف. هن احتضنوا المقاومة من أمثال ميشيل عون وإميل لحود وكذلك العديد من اليساريين والوطنيين والقوميين والمسيحيين والمسلمين واللي بدك إياه، بس أيمتى كانت موضع إجماع؟ ولا مرة كانت موضع إجماع. وانتبهي كمان هون بدي نبه لشغلي بهيدي اللحظة، المقاومة لم تنتظر يوما تحقق الإجماع من حولها. المقاومة هي تعبير عن إرادة شعبية بتاخذ المبادرة، وأنا قلت ودايما بقولها الجيش بالنسبة لي هو العمود الفقري للشرعية الرسمية، والمقاومة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء الإسرائيلي هو إذا بدك رأس الحرب وأيقونة الشرعية الشعبية. يعني أنا اليوم شيلك من أنه أنا بقول دايما المقاومة هي بقلبي وبعقلي، وهي بقلبي وبعقلي. طب أنا اليوم إذا بدي أحكي بلغة المصلحة، المصلحة الخاصة، المصلحة الشخصية، المصلحة الوطنية العامة والمشتركة، أين هي مصلحة لبنان في التخلي عن المقاومة أو في التنازل للإسرائيليين والأمريكيين؟ يعني كمن يتخلي عن أنه نحن عم نعاني ونحن بالدرك بالحضيض بالقعر، بعد في أكثر من هيك؟ ما ضل في شيء من الدولة، من الاقتصاد، من المؤسسات، من النظام، من القوى الأمنية، من الخدمات، من من من. طيب إذا أنا بدي أمشي بالخيارات الأمريكية والإسرائيلية أضل مسلم وعامل هيك مثل النعامة اللي بتحط راسها بالتراب تدفن راسها بالرمل لحتى ما تشوف وما تواجه الحقيقة، وبيستمر هذا الانهيار حد الانفجار والتصدع والترهل والتحلل لكل البنى والمؤسسات واواوا. بس بالمقابل خليني احكي هيك بطريقة علمية، ذكر بي احدى النظريات بالعلوم الطبيعية او الفيزيائية، هي دايما بأتي على ذكرى امام طلابي بالمحاضرات بالجامعة، انه اوقات الاحتقان بيكون حله الوحيد انك تفقد ذمتك. لذلك انا عم اقول انا مواطن لبناني، لحظة ما بيناديني الواجب الوطني خليني اقول لطلابي هلأ على الهواء، أنا أكيد ما رح ألبس الكرافات أو أعقد الكرافات وألبس البدلي وظل أستاذ بالجامعة. أنا رح أكون جندي بطبيعة الحال مثل كثير من الناس بهذا البلد بصفوف الجيش والمقاومة في مواجهة إسرائيل وكل من يقف مع إسرائيل وإلى جانب إسرائيل من أمريكا وعلى امتداد المنطقة. نحن مش خايفين من حدا، حقنا بدنا إياه بالمنيح بالأبيح بالسياسي بالدبلوماسية بالقوة، سوف ننتزع حقنا من العدو الإسرائيلي.
هيدا من باب الوطنية. هون ذكرتني دكتور بظل الظروف اللي عم نعيشها، بتذكر كتير منيح التعبير اللي استعملته انه الوطني هيدا بلدنا لازم نضل فيه. هون يستفز اللبناني المقيم عندما يأتي احد من الخارج بتسأله قديه باقي، مش مصدق في اللي بينعاش بهالبلد. يعني هذه الجملة قديه هلا بتختصر هيدا اليوم معاناة ناس. انا بعطيك صوره اخرى، ايه يمكن انا عم اعيش شكل يوم وكثير من الناس بهذا البلد وانت منهم وغيرنا كثار. انا لليوم بيسالوني طلابي، بيسالوني اصدقائي ليش انه باقي هلا هون؟ لحظه لا ممكن فكر بمغادره هذا البلد؟ مثلا ابدا، الجواب جاهز عندي على الاطلاق، وانا ما عدت عم بحكي ولدي طرف الوقت ما بدي اقول والتنظير لك وانا هي مش برجع على الوضع. مكابرة ابدا على الوضع، ابدا، يعني إذا صرت لا لك فرصة هيدا بقول لا. الصبر وهيدا البصيرة، علينا أن نمتلك هذه القدرة على التحمل، تحمل الأوجاع والآلام لأنه بلدنا أولى فينا. أنا بقدر أخذ خيار تاني وحيد من ساحة المعركة وأتنصل من مسؤوليتي الوطنية أو التاريخية أنا وبقية المواطنين من اللبنانيين بعد الطوفان وروح عيش حياة عنوانها الرفاه الاجتماعي وا 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 بالغرب أو بالشرق أو بأي مكان أو بقعة بالعالم. بس رح منكون مثل شو ذا الآفاق، ما أن بلد نرجع له إذا كل واحد منا بده يتنصل من مسؤوليته ويغادر. يمكن بعض الناس اضطروا يغادروا، ما عم أقول لا، مش وما بدي غلط. أحمل الناس كمان أكثر أكيد مما أكيد تحتمل، بس لا التمسك بهذا البلد. شوفي نحن بالنهاية عم أقول اليوم مثل ما قال النائب جبران باسيل، علينا أن نحسم أمرنا اليوم قبل الغد. نحن شو بدنا؟ بدنا حقوقنا وثرواتنا إيه أو لا؟ طب إذا بدنا إياها كيف ممكن نحصلها؟ طبعا بداية بالمفاوضات. أنا أكيد، قلت ليس من مصلحة وبالسياسة لبنان وبالدبلوماسية. سقوط خيار المفاوضات أو أكيد تطيير المفاوضات، ولذلك يمكن بلحظة معينة أنا أتفهم الموقف السياسي أو الرأي السياسي اللي كان يقول أنه بانتظار استكمال عملية التفاوض قد يكون من غير المفيد أو من غير المجدي الذهاب باتجاه التعديل المرسوم، لأنه بيؤدي إلى تطيير المفاوضات وبالتالي الذهاب وين؟ قبل المواجهة بيكون باتجاه التحكيم بدي الدولي أقول لك اللي بده يستمر سنوات، يعني رح نخسر بيؤدي فرصة. ذلك إلى تضييع فرص ذهبية على لبنان لسنوات عديدة، بالوقت اللي جنابك عم تسأليني ماذا بنتري عن أنه نحن بعد بنتحمل. لا نحن ما بنتحمل، الأيام أو الأسابيع المقبلة والقادمة هي حاسمة، هي مفصلية هل توافق ومصيرية. البعض بأنه ما رح يصير شيء قبل نهاية العهد؟ شوفي يعني لن يعطى الرئيس عون هذه الورقة الرابحة بين مزدوجين بمسألة طب ما انا بقراها الترسيم. بغير طريقه وبقول ان الرئيس سعون مثل ما قال سماحه السيد حسن نصر الله، هو لم يسلم ولم ينتزعوا منه حقوق لبنان ولم يستسلم، مظبوط ولا لا؟ ولم مش يوقع هيك على صار بيع مع حقوق لبنان. مش هيك صار مع فخامه الرئيس العماد ايميل لاحود؟ كذلك الامر اليوم مع فخامه الرئيس العماد ميشيل عون. يمكنكم ان تسحقوني ولن تأخذوا توقيعي شفتي كيف؟ ولن هيدا تأخذ الشعار، والسيد نصر الله بالخطاب الأخير أتى على ذكر ذكر هذا هذا الشعار الموضوع. من باب التذكير، تذكير اللبنانيين بهيدي الذاكرة الوطنية وبهذا الوجدان الوطني. أنا اللي بطلبه هون هلا بالتحديد بهيدي المقابلة من جميع اللبنانيين الشرفاء والأحرار الوطنيين، مسلمين مسيحيين حزبيين مستقلين مدنيين ناشطين من كل الناس، التعالي عن الأحقاد، الضغائن، العصبيات الفئوية، الصغائر، عدم التلهي في القشور والتفاصيل، والاجتماع حول كلمة سواء لمصلحة لبنان. يعني نحن بالنهاية ما في قدام منا خيار ثالث، أكيد الخيار الأمريكي الأول والخيار الأمريكي الثاني أو بالأحرى الخيار الأمريكي الإسرائيلي، خلي الناس يعرفوا، الموحد. هو مرفوض. نحن ما رح نقبل بأنه يستمر الانهيار والانفجار بالبلد، واكيد بنقول ما نحن معنيين هون بان لا نكون محايدين وحياديين وبان نعبر عن ارائنا ومواقفنا. نحن لبنانيين هلا مثقفين جامعيين اكاديميين اعلاميين حقوقيين ناشطين سياسيين واجتماعيين، كل الناس اليوم لازم يدفعوا باتجاه الضغط من اجل توحيد الموقف. وهذا الموضوع مش بس برسم الرأي العام اللبناني ولكن ايضا برسم الاعلام بشقيه، الإعلام الوطني والحر وكذلك الإعلام ومن ضمنه الإعلام المقاوم وكذلك الإعلام المأجور والمرتهن اللي كان مش عم وما نحمل يزال. الإعلام أكتر لا، ما في يحمل، إعلام يعني بالبلد اليوم مشبوه ومدان بأدائه هو قصدك يسوق. بيأثر على الرأي العام؟ طب خليني أسألك سؤال،
أحد أصدقائي من الإعلاميين الإيرانيين بتلفزيون العالم الإيراني، هيدي معلومة أنا بدي أحطها برسم اللبنانيين، يا ريت تسمحي لي هلأ بالوقت المتبقي. هو أعطاني بالأرقام ويمكننا جميعا أن نتبين صحة وصدقية هذه الأرقام وهي الصحيحة وهي الصادقة، بأنه ثمن لتر البنزين بإيران، لتر البنزين المدعوم، لأنه كل مواطن إيراني لديه سيارة يحق له بالستين لتر مدعوم، يعني ثلاث تنكات، ثمنه 1500 طن، يعني التنكة المدعومة هي بأقل من دولار، على اعتبار أنه الدولار ب33,000 طن، التنكة بتطلع ب30,000 طن، البنزين غير المدعوم ثمنه 3,000 طن، يعني أقل من دولارين ثمن تنكة البنزين، على اعتبار أنه الدولارين 66,000 طن. عم تتخيلي أنت إيران تحت الضغط والحصار والعقوبات، البنزين التنكة بدولار ودولارين، وعندنا هون تنكة البنزين وتنكة المازوت ب 700 أو صبيحة البنزين والمازوت ب 700-800 ألف ليرة، وفي عروض إيرانية بمساعدة لبنان بتوليد الطاقة الكهربائية، بتأمين المحروقات من البنزين للفيول. لا 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 يا عمي، أنا سألت من عدة مرات من على البلاتو من هون وبأكثر من محطة تلفزيونية، وجهت كلامي لوزير الطاقة ولدولة رئيس الحكومة ولبقية الوزراء في هذه الحكومة في مجلس الوزراء. يا عمي أنتوا وين والناس وين؟ يا عمي عم نقول البنزين بإيران بدولار وبدولارين، الناس انكوت واستوت من ارتفاع أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية. بدك تسأل رئيس الحكومة وخطب التعافي، عم سميه عم وجه كلامي لرئيس الحكومة ولوزير الطاقة وللحكومة المجتمعة، حاكم مصرف لبنان ما تنسيه، وما حدا يجي يقول لي هو يعني شو بدي اقول لك. يعني التساؤل الرئيس عون اليوم بحديثه للأخبار، لا أفهم عدم الادعاء. قناة المنار، الحاكم بأمر المال، الحاكم بأمر المال الذي يجب أن يساءل وأن يحاسب وأن يحاكم. ليش لهلأ في ادعاء عليه؟ والله بسأل المعنيين بهذا البلد، في كتير ملفات بالقضاء، بالقضاء اللبناني وكذلك بالقضاء الأوروبي و و و و طب وين الرأي العام؟ وين الإعلام؟ هون بدي أنا معلش صوب على هذا الإعلام المأجور والمرتهن. بس أين نحن جميعا من هذه القضية الوطنية؟ مش دفاعا عن الإعلام، ولكن الإعلام مش كل الإعلام بيوجه رأي. عم بعرف بعرف، حتى يعني حتى الإعلام اللي سميته بين مزدوجين مأجور، حتى لو وجه رأي عام نحو مطرح غلط، وين القضاء؟ أنا بقول مش وين الإعلام. ما هو مش بس القضاء، القضاء هو اللي يتصرف. ليه ما في ادعاء بعد على الفاسدين يعني لليوم؟ وإذا في قاضي ادعى بيحولوه للتأديب. قلت عدة مرات أنه مثلا الحزب والمقاومة قدموا العديد من القضايا لدى القضاء بموضوع الفساد المالي وغيره. طيب بسأل، بداية المسؤولية الأولى يتحملها القضاء والقضاة الذين يحتفظون بهذه الملفات، المسؤولية الثانية تلقى على عاتق الإعلام في الإضاءة على هذه القضايا، لأنها قضايا وطنية بامتياز. يعني ما بعض الإعلاميين بالبلد ما هني معروفين من وين بيقبضوا قديه بيقبضوا، ومش مستحيين طالعين هن وجماعة الانجيوز، انا بحب قلهم المنظمات غير الوطنية، طبعا مع احترامي لبعض المنظمات غير الحكومية، طالعين لحتى ينظروا بالديمقراطية وبحقوق الانسان وبالدولة المدنية وبالدولة الوطنية وبالتغيير وبالاصلاح وبمحاربة ومكافحة الفساد، ونحن بنعرف انه هن صنيعة هيدي الطبقة الهجينة من مجموعات المصالح اللي بتضم كتير من الناس بالبلد، بالاعلام والمصارف وبعض رجال الدين والاقطاع التقليدي والبرجوازية الوسيطة واصحاب شو بدي اقلك لاقلك يعني. هاو كمان بيتحملوا المسؤولية ايضا، وكذلك رأي العام الناس، لانه كمان ما بيجوز التنصل من المسؤولية وانك تضل كل النهار بذات الاسطواني انه كلهم يعني كلهم، لك لا مش كلهم يعني كلهم، وننزل على 6 سنت وهلأ قربنا على فاتورة جديدة للتليفون، ما تنسوا يعني. طيب لناس أول الشهر اللبنانيين أين أنتم جديدة من هذا التضخم الهائل في الأسعار في لبنان؟ يا عمي أنا بدي أقول شغلي أصلا يعني. كيف مكفيين الناس عن جد؟ دكتور حضرتك أستاذ جامعي، أنا ما أتقدر كافي عن جد، كيف الناس مكفيين؟ حدا يفسر لي كيف بعض الناس عايشة؟ أنا أتعلم وأعاني من الكثير من المشاكل والضغوط، وقلت بالبداية أنه ليس لدي بعد الآن وحتى قبل الآن ترف الوقت للتنظير الفكري أبدا، ولذلك بحكي هودي الأمور وما فرقاني معي. اللي أنا بسأله للبنانيين أمام
أنا بدي أقول شغلة كنت عم أقولها من شوي. بالفعل المنظرين المفكرين العلماء والباحثين في الاقتصاد في المال جميعهم يقفون حائرين أمام هذه الظاهرة اللي اسمها هذا الصمت المريب لدى اللبنانيين. أوكي، انقسام عمودي حاد بالبلد لاعتبارات طائفية ومذهبية فئوية وجهوية، بس يا عمي الناس بهذا البلد الشعب يتعرض لي مش مجاعة لإبادة جماعية، أنا قلت عدة مرات. طب أين هو هذا الشعب؟ أين هو هذا الشعب غير الجدير بالحياة؟ يا عمي خليني أقول شغلي، يمكن كمان الوقت صار على آخر، خلينا نستفيد مما تبقى. اللبنانيين لازم يعرفوا، هيك نحكيها بطريقة بسيطة وسلسة وسهلة وقريبة من الناس، الحياة وقفة عز. يعني بمعنى الإنسان عليه أن يكون حر عزيز، كرامته عزيز عليه، ونحن مقررين بدنا نعيش بهذا البلد، نحن وكل الشرق والأحرار. طيب يعني وقتها بيمسكونا من الايد اللي بتوجعنا، ننطر على الترومبا وعلى الفرن. انا بفهم وما في ضوء، انا بفهم ولادنا بعض السياسيين شغلين. بعض السياسيين من جماعه رجال الاعمال عندهم مصالح سياسيه وماليه وراس ماليه و بالداخل وبالخارج، وليس لديهم لا القدره ولا الجراه على مواجهه الامريكيين والسياسيين. يخافوا يخسروا بس اللبنانيين شو بعد عندهم يخسروا؟ هذا السؤال اللي بسأله. إذا نحن مقررين نحن وجميع الشرفاء والأحرار بهذا البلد أنه بدنا نعيش كرام وأعزاء في بلدنا، معناتها نحن معنيين بأن ننتزع حقوقنا وأن نحصل حقوقنا بالقوة، مش بس بمواجهة الفساد الأخطر والحصار والمؤامرة. نعم المؤامرة التي تحاك ضد هذا البلد. إما أن ننتصر لبلدنا، هذا الخيار الأول، أن يكون النصر حليفنا، وإما الشهادة أن نستشهد من أجل لبنان. في سئة بعد في سئة فخر وعز وكرامة وشرف أكثر من أنه الإنسان يستشهد من أجل ثورة شعبية. خليني أكمل لك. لا معلش. مين قال لك معلش. نحن ليش عم نحكي هيك يعني أنا وياك؟ لا هي ما رح مرقة. وفي شهداء راحوا بانفجار مرفق بيروت اليوم، شو الحقيقة؟ وين الحقيقة؟ خليني أكمل. وين القاضي؟ مدام نتالي أنا وياك هون على البلاتو، بقية الناس بهذا البلد مش حرصا منا على دماء شهداء الجيش والمقاومة والشعب من المدنيين. عم نحاول نصارح الناس بالحقيقة حتى ما يضيعوا. والمسؤولين بيبيعونا. لا بيبيعونا. لا مش كلهم بمصلحة. مش كلهم. ما منعمم. نحن هون ما فينا ننتظر تحقق الإجماع كمان حتى على مستوى لبنان الرسمي. بس في انطر لقضائي حاسب اللي بيعنا لأقدر عول إرجع ابن بلد. هذا كله طالما ما حدا تحاسب كل مرة بدنا نفشخ فوق المرحلة وعفى الله عن القضاء. لا أبدا. هون المشكلة. لا أبدا. لذلك أنا دائما معك على الهواء وحتى بأكثر من محطة وعلى أكثر من منبر بحكي بموضوع التدقيق المالي الجنائي. أنا ما عاد أتقبل من اللبنانيين استمرار ذات السلبية والانهزامية في مواجهة ظاهرة الفساد المستشري والمستفحل. بس أنا عم نبه من ظواهر صدمة. أنا عم نبه من ظواهر لا تقل خطورة. بعد في أكثر من هيك ذكرتيني بشغلي. لا كيف أكثر من هيك؟ لا 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 من عدهم واحد واحد ضالعين بالفساد، وبعضهم واحد بيرشحوا رئيس حكومة، واحد ضابط ما بنقدر نقيله. حتى الشعار كلهم يعني كلهم من زاوية السيكولوجيا السياسية أنا قلت بيعبر عن الانفصام بالشخصية الوطنية والوعي الوطني. حاكم مصرف لبنان محاكم بكل مدة عليه بكل دول العالم، وبعده بيجي رئيس حكومتك بيقول هيدا ضابط ما بنقدر نقيله. هيدا الشعار كلهم يعني كلهم اللي أطلقوه كان الغرض منه هو التغطية على هذا الانفصام بالشخصية الوطنية وبالوعي الوطني. كل الناس كان كل واحد منهم خايف على الزعيم، ولذلك كان يتلطى وراء هذا الشعار ويقول خليني عمم على الكل. هذا مش مقبول، هذا خطأ سياسي. ستنفط بوليتيك برجع بعيدة. حكيت عن ظاهرة الفساد، في ظاهرتين يمكن هني أخطر. ظاهرة المنظمات غير الوطنية التي تتغلغل داخل هذا الكيان وتعتمد تستخدم وتستعمل القوة الناعمة والقوة الذكية، السوفت باور والسمارت باور، الدعاية السياسية والترويج السياسي، ويقف خلف الأمريكيون وحلفاء للانقضاض على هذا البلد من خلال ضرب الوعي الوطني عنا. ثلاثة، الظاهرة اللي هي أكثر خطورة، الحرب المعلنة أو المبطنة أو المقنعة اللي بتكون هي التي يخوض الأمريكي والإسرائيلي ضد لبنان. لذلك أنا ختمت من شوي وقلت إيه أنه أكثر شيء أنا يكفيني فخرا أن أستشهد من أجل لبنان، وعلى يد مين؟
خلي الناس يسمعوا إسرائيل أو العميل لإسرائيل. فاللي بدي أقوله بموضوع الصدمة، لأنه أكثر من هيك صدمات، خليني أحكي صدمة أنا إيجابية. أنا بدي ما أنا خليني هون نمسك حدا واحد نحطه بالحبس، خليني أنا نبه هون لمخاطر، نرجع مصريات مخاطر اللي عم بصير بالبلد اليوم. يمكن هذا نختم فيه لأنه صار الوقت على آخر. طيب، استراتيجية الصدمة لدى الأمريكيين والتنظير والترويج والتسويق لها، وهذا اللي صار بلبنان. الناس عم يسمعونا، كان المطلوب تفجير البلد، تفخيخ البلد، ومن ثم تفجيره بحيث يفقد اللبنانيين، جميع اللبنانيين، وهذا اللي نحن فيه، في دراسات عملت عن هذا الموضوع، يفقد اللبنانيون الشعور بالأمن والأمان، وها نحن فقدنا الشعور بالأمن والأمان، وكذلك يفقد اللبنانيون أيضا الحد الأدنى من القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية. كمان هذا صار تنوصل لمطرح يصبح اللبنانيين أو يصبح اللبنانيون خليني أقول متقبلين تحت وطأة هذا الأحباط وهذا اليأس وهذا التخاذل والتراخي والوهن والتيه يعني اللي هن بيقبلوا بشو ما يعني كان، أكثر بس من تخبط وضياع حالة تيه التقبل لأي خيار سياسي، أي فكرة سياسية، أي أطروحة سياسية، أي شعار سياسي. نحن معنيين بالتنبيه من هذه الظواهر، هذه التحديات، هذه التهديدات، هذه المخطار، هذه الأخطار أو المخاطر التي تحدق بهذا البلد، ومعنيين بالمرحلة اللي جاي، معنيين بوضع الإصبع على الجرح. يعني لافت فخامة الرئيس قال أنا مش ضعيف أنا إرفان، يعني حتى رئيس الجمهورية اللي لا يزال يناضل في سبيل الوصول لتحقيق هذه الأهداف قرف من بعض الأشخاص اللي بعضهم مكفيين بالفساد وما حدا بيواجههم. هذا الكلام ممكن أنا كمان من باب هيك إشاعة حالي من الإيجابية عند الناس ذكر بي شيء قامت عليه المقاومة، مش بس بلبنان، بلبنان، بالمنطقة، بالعالم. فكرة المقاومة، عقيدة المقاومة، ثقافة المقاومة هي سبب من أسباب نجاح، أنها تنطلق في الأساس من الصفر، وهيك صار معنا بمقاومتنا. النفس الطويل، أنها تعتمد النفس الطويل والتخطيط والتفكير الاستراتيجيين، مظبوط ولا لا؟ صحيح. وثلاثي أن تحاول قدر الإمكان، أو خلينا نقول اثنين وهيدي الثلاثي، اثنين أن تحاول تدخر قدر الإمكانات قدر الإمكان بالموارد الضئيلة تستفيد منها بتحقيق أكبر قدر ممكن من المقاصد والأهداف. وثلاثي بختم بقول بأنه والله إيه تشتغل بنفس صويل، لا تصاب باليأس والأحباط. لذلك نحن ولا ممكن نيأس ولا ممكن نصاب بالأحباط، نستكين أو نستسلم. نحن أمام عدو اسمه إسرائيل ومن يقف خلفه ومن يقف معه. طيب بعض اللي هلا بعض عدو خارجي على طريقة أكيد، ما أنا قلت الأسلام والأدوات والعملاء، بعض الناس بلبنان اليوم بعضهم بيتغنوا بأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة صديقة. ليش خيي؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي سبب الحصار في هذا البلد والانهيار والانفجار، هي التي تمنع لبنان من التنقيب عن الطاقة، عن النفط والغاز، هي التي تغطي استمرار الاحتلال لفلسطين المحتلة، هي التي تسرق كل يوم النفط والغاز من شمال سوريا وقبلها من العراق، هي اللي دمرت اليمن. هي اليوم بيان الخارجية الصينية يدين الولايات المتحدة الأمريكية بقتل ما يزيد عن 900,000 إنسان بمنطقة الشرق الأوسط أو بمنطقة غربي آسيا وشمال أفريقيا بالمنطقة العربية، منهم أكثر من 335,000 مدني بريء بسبب حروب الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة. هلأ بعض الناس بدهم يتهموني أنه أنا إنسان راديكالي ومتطرف، لا يا حبيبي، أنا إنسان وطني وأنا إنسان ليبرالي وخريج الجامعات الغربية، بس أنا مؤمن بهذا البلد، بهذا الكيان، وبقوة هذا البلد وبالبقاء فيه مهما كانت الظروف أو الصعاب أو الأثمان أو الأعباء. هذا الكلام جميل، إن شاء الله تكون وضحت الصورة للحديث تتمة. كثير معلومات كتير وتحليلات كان ممكن تنحكى، يعني عن جد يا ريت بعد ما على وقت، المرحلة اللي جاية رح بتكون صاخبة، رح بتكون ضاغطة، رح بيكون فيها تغيرات وتطورات دراماتيكية وراديكالية. صيف حار، يعني اليوم أول يوم بالصيف، من سنة يقول أنه شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 2022 الأكثر سخونة والأكثر صعوبة، واليوم بقول أكثر من هيك، رح تتفاجئي، يمكن أختم بطريقة قد تكون غير شعبية
أو غير بس شعبوية. واقعية، بهمنا الواقعية. هي واقعية. أنا أعتقد أنه اليوم احتمالات التسوية تتراجع أمام احتمالات التصعيد بالبلد وبالمنطقة. يعني في مثل تورنا، مثل انعطافي، إذا استمر التعنت والتصعيد من قبل الإسرائيليين والأمريكيين رح يكون في مواجهة. يعني مثل ما قال جمال عبد الناصر، إذا ما بيفهموا إلا بلغة القوة، شو بعمل يعني؟ وفيتين لينا على قلب البيت، هيك بدي أحكيها بطريقة على طريقتي أنا وياك، بطريقة بعلبكية وزعلوية. طب شو بعمل يعني؟ تأتراجع ما رح أتراجع، تأتنازل ما رح أتنازل، تأستسلم ما رح أستسلم، بدي كمل بلحم الحي. ما مكمل بلحم الحي، المهم أوصل لهيدا المقاصد والأهداف بحماية البلد، بتحصين البلد، بحماية حقوقه وثرواته. ليه؟ لأنه هاي الفرصة الوحيدة المتبقية أمامي لإعادة النهوض، لإعادة بناء الدولة والنظام والاقتصاد والمؤسسات والإدارات والخدمات وكل شيء، لإعادة إنعاش العملة الوطنية، وكذلك إعادة إحياء الإنسان في لبنان. 100% كرامة الإنسان أهم شيء. 100% أهلا وسهلا فيك دكتور، إلى لقاءات مقبلة. كان عن جد لو سمح لنا الوقت كان بدي أقرأ كمان بنتائج الانتخابات، لأنه بعد ما عملنا حلقة بعد الانتخابات. أنا عملت قراءة حتى دونت كثير من الأرقام، فكرة بعيني بأقرب وقت وبأقرب فرصة. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك دكتور غسان. الشكر موصول ومكرر لكم ولإدارة الأوتيفي. تحياتي مدام نتالي. شكرا لكم مشاهدينا لحسن متابعتنا، إلى اللقاء دائما بنبض بيروت. أنا بدي أصير